بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين على سيدي أفضل المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، أحييكم بتحية الإسلام فأقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجعل ما تقدمونه من جهد ومن جهد في سبيل تحصيل العلم الشرعي النافع في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله. وأبشركم بأن أهل العلم في معية الله وفي حفظ الله وفي كنف الله، وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده بإذن الله. أسأل الله أن تكونوا منهم بإذن الله. هذا هو اللقاء الأول مع الحديث النبوي وحول مائدة أشرف المرسلين، نعيش هذه اللحظات الطيبات المباركات، ومع حديث عنوانه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي بسنده عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه يتحدث عن الإيمان بالله، أساسه ومدى تطوره إلى درجة الكمال. فبين النبي في هذا الحديث أن العبد المؤمن، وحين يقال العبد بالتذكير المقصود به التغليب، فكما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء على حد سواء. فهنا وضع شرطا أساسيا للإيمان حتى يقال للرجل أو المرأة أنه أو أنها مؤمنة، لا بد أن يتوفر تصديق قلبي وإذعان ونطق وتنفيذ عملي لهذه الأربع الأصول في العقيدة الإسلامية، والتي تمثل أساس وأصول التوحيد الإسلامي، تمثل الإلهيات والنبوات والسمعيات التي يبنى عليها علم العقيدة، كما سأبين ذلك في شرح التفصيلي للحديث. أما أولا هو أن يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي بعثه الله إلى العالم كله بالحق،
لا ريب ولا شك ولا جدال ولا شبهة ولا تزييف ولا إثارة حتى مجرد الشكوك الشكلية في بعثته، لأن الذي بعثه بالحق هو الله الذي وحدناه وآمنا به. أما ثانيا أن يؤمن بالموت، وهنا المقصود بالموت الموتة الآخرة التي يأتي من بعدها البعث، الموت الذي يكون عند يوم قيام الساعة، لا الموت الذي نعيشه في النوم ليل نهار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم الذي ننامه يسمى موت، ولكنه يطلق عليه مسمى الموت الصغرى، أما الموت الكبرى فهي عند قيام الساعة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا الحشر للمتقين وفدا أي تكريما لهم هو الذي يعنى في حديثنا هذا، ويؤمن بالموت أي الموتة التي تقوم بعدها الساعة، وبالبعث بعد الموت أي بعد أن يؤمن أنه سيموت في نهاية هذه الحياة، يؤمن أيضا أنه سيبعث مرة ثانية، هذه المرة ليقف في الحساب، ثم بعد ذلك ليؤذن له ويسمح له، هو من أهل الجنة أو هو من غير ذلك بعد يوم الحساب. وما دام آمن بالله وأن محمدا رسوله وأن الله بعثه بالحق وأنه آمن أنه سيموت حتما ليبعث وآمن بهذا اليوم يوم الحساب، فهو إن شاء الله يكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. وأما الرابعة فهي أن يؤمن بالقدر، بأن ما أصابه من خير أو من شر إنما هو بقدر الله وبأمر الله وبتدبير الله وإرادة الله تبارك وتعالى، ولا راد لقضاء الله أبدا، فهو حين يأتي له الخير يرضى، وبمثل رضاه بالخير يرضى بالشر، لأن كلا من عند الله تبارك وتعالى، فهو راض به ومؤمن به لأنه من عند ملك الملوك جل وعلا. أنتقل بكم أبنائي وأحبابي إلى بداية الشرح للحديث بعد أن بينا المعنى العام أو الإجمالي لهذا الحديث. وراوي هذا الحديث هو سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقدرها ويحترمها ويحبها حبا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كانت إذا دخلت عليه بش أي ابتسم وفرح بدخولها وقال لها أهلا بأم أبيها، أهلا بأم أبيها. سيدنا علي نقول دائما كرم الله وجهه،
ولماذا نقول أبنائي كرم الله وجهه؟ لأن الله كرم هذا الوجه وهذه الجبهة من أن تسجد لصنم، فلم تسجد إلا للواحد الديان جل وعلا، ولذلك حق لنا أن نقول هذا الوجه كرمه الله حيث لم يسجد لصنم ولا لبشر. سيدنا علي أبنائي وبناتي هو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الستة أصحاب الشورى في سقيفة بني ساعدة التي كان من بينهم أن يختار الأمير، أمير المؤمنين، وهو صاحب الرأي مع هؤلاء الستة المشهورين من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعلهم الله صمام أمان لهذه الأمة، وقضوا على الفتن حين ولوا سيدنا أبو بكر الصديق خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب يا أبنائي أيضا هو من كتاب الوحي، كتاب القرآن الكريم، الذي كانوا وقد بلغوا حد التواتر، وهو واحد من هؤلاء الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم ليحفظ متواترا ويصان. علي بن أبي طالب في يوم خيبر تعسر على المسلمين اقتحام حصون أهل خيبر، ومكث المسلمون كثيرا، ففي يوم من الأيام قام النبي في الناس قائلا: غدا سأعطي الراية لرجل يحب الله ويحبه الله. فظل الناس جميعا يترقبون من هذا الذي يحب الله ويحبه الله، من هذا الذي بشر وهو على الأرض، من هذا الذي سيفتح الله به كما قال النبي يحبه الله، يحب الله ويحب الله ويفتح الله به، من هذا يتطلعون إليه. فلما جاء الغد في الصباح أعطى الراية لعلي بن أبي طالب، ومن هنا علمنا أن هذا الرجل يحب الله ويحبه الله، وهو من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب استشهد بخنجر الغدر من ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، أحد الخوارج، والذي كان وللأسف الشديد يتباهى بقتله لعلي بن أبي طالب، بل ويتقرب إلى الله بهذا، مع أنه أسوأ فعل فعله وأنكره هو قتل رجل يحب الله ويحبه الله، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عليه وسلم. وكان هذا القتل من فضل الله تعالى على سيدنا علي، ومن عاجل بشراه، في شهر رمضان المكرم سنة 40 من الهجرة. إننا إن حاولنا أن نحصر فضائل ومناقب ومكارم ومفاخر علي بن أبي طالب لا تسعنا هذه المحاضرة كلها، فأكتفي بهذا وأنتقل إلى ألفاظ الحديث أولا. ويبدأ الحديث بقوله لا يؤمن، وهنا لا النفي نفي لأصل الإيمان، أي لا يمكن أن يكون مصدقا بالقلب مؤمنا حقيقة، وقر الإيمان في قلبه ونضح على جوارحه وثبت أنه إيمانا صادقا، حتى يؤمن أي يصدق بأربع. ما هذه الأربع؟
الذي توجب العلم والتيقن من إيمانه. هذه الأربع، أولها أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أبنائي أن كلمة يشهد جاءت بالفتح، إما على البدلية أي بدل من يؤمن بأربع، وأيضا يشهد أن لا إله، أي هذه الأربع هي أن يشهد أن لا إله إلا الله، أو على تقدير أن الناصبة أي بأربع هي أن يشهد أن لا إله إلا. أما إن جعلناها للتفصيل فهي للابتداء، أي هذه الأربع تفصيلها هي يشهد، ففي هذه الحالة نضطر للرفع. ليه؟ لأنها جاءت في الابتداء والتفصيل، أي هي يشهد كذا، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. ولنا أن نتساءل أبنائي وبناتي، إن الحديث بدأ بكلمة يؤمن، ولكن هنا ما قال يؤمن أنه لا إله إلا الله، قال يشهد. فلماذا عبر بقوله يشهد ولم يعبر بقوله يؤمن، مع أن البداية الحديث بدأت بالإيمان؟ أقول لكم أبنائي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الجانب التصديقي العقدي الداخلي والجانب النطقي العملي التنفيذي الذي تظهر به الأحكام الشرعية على المسلم. فأنا أجري الأحكام الشرعية عليه وأعتبره مسلم بالنطق حين يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أما إيمانه وتصديقه القلبي بالإيمان أي بدون النطق، فجمع بين الاثنين، أي أنه يكون مصدقا مؤمنا موقنا في قلبه، وهذا الإيمان في القلب نضح على جوارحه فنطق به لسانه، ولذلك عبر بيشهد التي تدل على النطق بالظاهر. إذن بكلمة يشهد شمل التصديق والنطق باللسان، وشمل أيضا ما يترتب عليه إجراء الأحكام الظاهرية عليه كمسلم. ثم بعد ذلك تأتي لفظة بعثني بالحق، وكأنها جواب لسؤال مقدر، وهو بما نشهد، بما يشهد المسلم؟ فالجواب أنه بعثني بالحق، يعني كأن سائلا سأل بما نشهد وبما بعثك، أقول بعثني بالحق، فهو كأنه بمثابة الجواب لسؤال مقدر. ثم جاء بعد ذلك بقوله ويؤمن بالموت، وقلت لكم في بداية المحاضرة المقصود به الموت العامة التي تقوم بعدها الساعة، وليس الموت المشاهدة، لأن المشاهدة حتى الكافر يؤمن بها لأنها واقعة ومشاهدة، الكل يموت، المسلم يموت وغير المسلم يموت، فهي مشاهدة، فالمراد به الموتى الأخرى عند قيام الساعة، أن يؤمن بالبعث بعد الموتى الأخرى، وإلا
فما الفائدة من إيمانه بالموتة العامة في الآخر؟ إذن لا بد أن يؤمن بالبعث بعدها، وما دام آمن بالبعث بعدها فلا شك أنه يؤمن بيوم الحساب، وإذا آمن بيوم الحساب فلا شك أنه يؤمن بأن هناك جنة وهناك نار. ثم بعد ذلك في نهاية الحديث أبنائي ذكر أن يؤمن بالقدر، أي أن جميع ما يجري في هذا العالم ومن متغيرات خير أو شر، نفع أو ضر، هو بأمر الله وبقدر الله تبارك وتعالى، وما دام كان هذا من عند الله وبقدر الله فيجب علينا أن نقنع وأن نصدق وأن نرضى به، لأنه من عند الله، ولعل الشر كامن فيه الخير، فإن الله تبارك وتعالى يأتي بالخير دائما. ونتساءل أبنائي تساؤلا، لماذا خص هذه الأربعة بالذات؟ يعني هو يعني خص إيمان بالله وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعثه الله بالحق، وإيمان بالموت، وإيمان بالبعث بعد الموت، وإيمان بالقدر بقدر الله تبارك وتعالى، لما خص هذه الأربعة بالذات؟ أقول لو نظرنا بعين البصيرة أبنائي وبناتي سنجد أن هذه الأربعة جمعت كل مقاصد العقيدة الإسلامية والمجموعة في ثلاثة. أما تعلمون أن مباحث علم العقيدة الإسلامية تنحصر في ثلاثة؟ الأولى إلهيات، والثانية نبوات، والثالثة سمعيات. يبقى تنحصر في ثلاثة. هذا الحديث شمل الثلاثة، فكأنه شمل علوم العقيدة كلها. كيف ذلك يا أبنائي؟ أقول أولا، أما علم الإلهيات فشمل الحديث العلم بالله وبصفات الله تبارك وتعالى، وهذا متمثل في نص الحديث في قوله يشهد أن لا إله إلا الله، ومتمثل في قوله ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالقدر. إذن فما دام أنه صدق وأزعن وأقر واعترف وامتثل بالنطق وامتثلت جوارحه بذلك، فأطاع الله وقام بالتكاليف الشرعية التي فرض الله عليه، ففي هذه الحالة يكون قد حقق أول مقصد من مقاصد علم العقيدة، وهو مقصد العلم بالله وبصفات الله الذي سميناه منذ قليل الإلهيات، فرمز إلى ثلث علم العقيدة بهذه الفقرة، فقرة لا إله إلا الله وفقرة يؤمن بالقدر. ثانيا أبنائي وأحبائي، أيضا جسد هذا الحديث ومثل هذا الحديث
الركن الثاني أو المقصد الثاني من علم العقيدة، وهو مقصد النبوات، أي الإيمان بالرسل والملائكة والكتب السماوية التي جاءت بها الرسل. هذه اسمها في علم العقيدة النبوات، ويمثلها في حديثنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يشهد أن محمدا رسول الله بعثني بالحق، يشهد أني رسول الله بعثني بالحق. إذن فما دام آمن وصدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عند الله تبارك وتعالى، وما دام بعثته من عند الله تبارك وتعالى فهو نبي حق، بعثه بالحق وبالعدل وبما يصلح العالم ويصلح أحوال الناس ويهذب الأخلاق ويحرر الناس جميعا من عبودية الأوثان أو العباد إلى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى خالق كل شيء. إذن ففقرة أني رسول الله وفقرة بعثني بالحق هذه تمثل وتجسد الركن الثاني من مقاصد العقيدة الإسلامية، وهو النبوات كما قلت لكم أبنائي وبناتي أحبائي. أما ثالثا وهو الركن الثالث أو المقصد الثالث من مقاصد العقيدة، هو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، والذي نطلق عليه في علم العقيدة السمعيات. نطلق عليه إيه يا أولادي؟ السمعيات، أي كل ما هو أمور غيب لا نعلم عنها مشاهدة في الدنيا شيء، وهذه مثلها في هذا الحديث بقوله يؤمن، أن يؤمن بالموت وأيضا بالبعث بعد الموت. الموت العامة لا نعلم عنها شيئا، هذه أمور غيبية نسمع بها من القرآن الكريم، نسمع بها من سنة سيد المرسلين، ولكن لا نعرف عنها ولا نعرف صفتها وكيفيتها وكيف تحدث ومتى تحدث، هذا كله أمور غيبية ما لنا فيها إلا مجرد السماع فقط. نحن نسمع من نبينا من قرآننا، وحين نصدق نبينا وقرآننا نعلم ونتيقن أن هذا سيحدث عن طريق سمعنا وتصديقنا وإيقاننا وإيماننا الجازم بأن هذا يحدث، ولذلك نستعد له بالأعمال الصالحة والتفاني في عبادة الله وفي تنفيذ تكليفات الله الشرعية لنا، ونتقرب إلى الله ونتقرب إليه بحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبحب أوليائه وبحب كل من ينتسب لهذا الدين الحنيف ويدافع عن هذا الدين الحنيف، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. فهذا نتيجة تصديقه للسمعيات الغيبيات هذه، أن هناك موت وهناك بعث وهناك حساب وهناك عقاب وهناك جنة وهناك نار وهناك نعيم إلى الأبد لا ينقطع أبدا. هذا كله هو الذي حفزنا ودفعنا إلى الإيمان بالله والتنفيذ للتكاليف الشرعية. سؤال ثاني أبنائي وأحبائي، وهو أطرحه عليكم. إن الحديث ذكر الموت وهو مشاهد يؤمن به الجميع. قلت لكم أولا، على الراجح من قول العلماء وعلى المعتمد من قولهم أن الموت هنا المقصود به الموت العامة، والدليل على أنها الموت العامة لم يكرر العامل، فقد قال وأن يؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت. إذن الموت الذي يؤمن بها هي التي قبل البعث مباشرة. ولو كانت الموتة التي مقصودها الموت التي نموتها في الحياة، النوم يعني، لقال وأن يؤمن بالموت ويؤمن بالبعث، كان كرر الفعل المضارع. لكن هنا لم يكرر الفعل المضارع. لماذا؟ لأن الاثنين في وقت واحد، موت في الآخرة وأيضا بعث في الآخرة، موت عام وبعث عام، ليس المقصود به الموت التي في الدنيا. أيضا بعض العلماء، وإن كان هذا الرأي ضعيف جدا يا أولادي، ضعيف جدا هذا الرأي، قالوا ويعني إذا أطلق الأمر فما المانع أن يطلق أيضا على الموت التي نموتها في الحياة الدنيا، اللي هي النوم وبنصحى منها، اللي عبر عنها القرآن بالآية التي ذكرتها منذ قليل لحضراتكم. أقول حتى وإن جاريناهم وقلنا لهم نعم أهلا وسهلا بقولكم، نقول لهم إن المراد هنا أن يؤمن بأن هذا النوم واليقظة منه بقدر الله. لماذا بقدر الله؟ لأنه من الممكن أن ينام ولا يقوم، أن ينام ولا يقوم، فهذا قدر الله ولطف الله أن أقامه بعد الموتة الصغرى. طيب، هل يمكن أن يقصد بها الموتة التي لا يقظ بعدها، التي هي نهاية عمر الإنسان في الدنيا؟ قال بعض العلماء نعم، يقصد بها أحيانا. طيب إذن فبما يؤمن مع أنه مشاهد، والكافر يموت والمسلم يموت والكل يموت وبأعيننا نشاهد، فعلى ما نؤمن؟ قالوا نؤمن بأن موته هذا ليس بسبب مرض، وليس بسبب حادث، وليس بسبب طعنة، وليس بسبب بندقية أو مسدس أو ما شابه ذلك، وإنما هذا الموت بقدر الله تبارك وتعالى وبأمر الله وبتقدير الله.
يبقى إذن هذا الذي حدث، المسدس، البندقية، الحادث، المرض، ما هو إلا أسباب للموت، ولكن الإيمان يكون بأن المسبب الحقيقي والمميت الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمات وأحيا. فإيمانك بهذا يستوجب أن يقال يؤمن، وإلا فالكل يشاهد الموت في نهاية الحياة. إذن فقلت لكم على الرأي الراجح ورأي الجمهور، المراد هنا بالموت الموت العامة في الآخر، وذكرت لكم الدليل. وإن قيل أن المراد بها الموت الأخيرة اللي هي منتهى العمر في الدنيا، فيكون المعنى أن يؤمن بأن المسبب الحقيقي لهذا الموت هو الله، وليست الأسباب الظاهرة بيننا من مرض أو قتل أو حادث. وإن قيل أن المراد الموت أي النوم ثم اليقظة منه وهو ضعيف جدا، فيكون أن الله هو الذي أيقظه بعد هذه الموتى الصغرى التي عبر عنها القرآن الكريم بالموتى الصغرى. أحبائي وأبنائي، هذا الحديث فيه من الفوائد والعظات الكثيرة والكثير. أذكر لكم بعض هذه الفوائد وهذه العظات التي لعلنا ننتفع بها بإذن الله في ضوء شرحنا التفصيلي لهذا الحديث المبارك. أولا، فيه ونستفيد منه الإيمان بأصول العقائد، وإيماننا بأصول العقائد إن وقر في قلوبنا وصدقنا به كان له الأثر والنضح الواضح على جوارحنا، ويتمثل هذا بالتمسك بفروع الدين لزوما. فما دام آمنت بالأصول وأيقنت بها، فإن الفروع سأنفذها تنفيذا دقيقا متقنا، المتمثل في عبادة الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام ليل وأخلاق فاضلة وكريمة إلى غير ذلك من الفروع التي جاءت بعد الإيمان بأصل الأصول. أما ثانيا، في هذا الحديث لابد أن نفهم أننا نستفيد منه أيضا الإيمان بعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا للإنس فقط ولكن للإنس والجن، لأن الذي بعثه بالحق هو الله، ولأنه لا نبي بعده. فلو كان النبي مبعوث لقوم أو لفئة أو لإنس دون جن، سيكون العالم من غير نبي إلى يوم القيامة، فهو خاتم النبيين والمرسلين. وما دام خاتم النبيين وبعث من قبل رب العالمين وبعث بالحق، فلا بد أن يبعث للجميع من البشر وللجميع من الجن أيضا. والدليل على ذلك أن الجن استمع إلى القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أما ثالثا،
ففي هذا الحديث بمجمله رد ظاهر واضح على فئة ضالة سموا أنفسهم بالدهرية الذين يقولون بقدم العالم. أقول لهم إن الحديث يرد عليكم ويفحمكم إفحاما، حيث إن الإنسان في هذه الحياة يدركه الموت ويدركه قدر الله ويدركه البعث بعد الموت، فكيف يكون العالم قديما وقد فني بقدر الله؟ فلا قديم إلا الله الواحد الأحد، لا قديم مع الله أبدا. أما رابعا أبنائي وأحبائي، أيضا هذا الحديث لاحظتم من خلال شرحه أنه جمع بين علوم العقيدة الثلاثة كلها، الإلهيات والنبوات والسمعيات، ولا داعي لتكرار ما فصلته لكم في هذا الأمر منذ قليل في هذه المحاضرة. أما خامسا أبنائي وأحبائي، فإن من يمعن النظر والفكر ويطبق هذا الحديث تطبيقا عمليا واضحا جليا، فإنه لا بد أن يسلم تسليما كاملا مطلقا بقدر الله وأن يرضى به خيرا كان أو شرا، وبهذا يكون قد حاذ ثمرة صدق إيمانه وقد حاز الثمرة التي بها يكون من أهل الجنة ومن أهل الرضوان تبارك الله تبارك وتعالى. أبنائي وأحبائي، هذا الحديث مع أنه قليل الألفاظ إلا أنه كثير المعاني، جم الفوائد، استفدنا منه الكثير والكثير، وهو بمثابة المثبت لعقائد المسلم القلبية والتي تنتج وتنضح الأفعال والتكاليف، حتى وإن كانت شاقة تنتجها برضا وقبول وحب لها، وبهذا يتم ويحوذ المسلم على رضا ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.